بعد تعرضه للخطف ونقله إلى الجرود، استطاع الشيخ رياض الفياض وهو أحد وجهاء عشيرة العيديين في البقاع من تحرير نفسه، إلا أنه أصيب بكسر في رجله اليمنى في أثناء فراره، ونقل أثر ذلك إلى مستشفى البقاع للمعالجة. نمت عندهم ليلة بجرود الغربي، وقدرت حرر حالي أنا الصبح بواسطة كلاشن من الخاطفين، وعند هروبي من عندهم تعرضت لكسر. قديش الفدية اللي طلبوها؟ طلبوا فدية من 300,000 ل 150,000 نزلوا معي آخر شيء. كان في استضافتي شخص سعودي صديق لي، وله أكثر من أسبوعين عندي، والهدف هو كان السعودي ممكن أنه ينطلب علي فدية أو شيء، ولكن ما تم مثل ما هن مفكرين. ساعة الخطف كنت أنت والسعودي؟ على أساس أنه يروح السعودي معزوم كان معي، رفض السعودي أنه يروح يتعشى معي، ولكن بقت عمليتهم بالفشل. من ساعة الخطفوني لساعة اللي هربت منهم كانوا كلهم فاشلين، بس قدرت حرر حالي أنا منهم بطريقة الإسلاح اللي كان موجود بين إيديهم. ولفت الفياض إلى أن الأجهزة الأمنية باتت على اطلاع على تفاصيل الحادث، آملا توقيف الجنات بأسرع وقت.